ثلاثة أعوام نطل عليكم مزودين لا بل مؤتمنين على وجع ضيقة على وجع وضيقة تزيد منها عتمة هذه الأوضاع. همنا أنتم هذه الفئة التي تكاد تعيش على هامش الحياة الاجتماعية حيث ترعاها العناية الإلهية وحدها وما بعد الحاجة إلى أكثر. صحيح أن الضائقة الاقتصادية تأكل أجورنا والغلاء ينهب جيوبنا والمرض هاجس لعجزنا عن مواجهة تكاليفه، إلا أن الأمل المشاع مع ميلاد السيد الذي نشهد له بعد أيام يبقى هو رسالة: تكافل وتعاضد اجتماعي يساوي مجتمعا سليما معافى. من هنا سارت مصارفنا على درب المساعدة كل بأسلوبه لا فرق، لأن المهم هو مقاربة الأزمة إحساسا ومشاركة في البحث عن حلول. بنك بيبلوس أراد كما زملائه من القطاع المصرفي أن يقدم ما يسميه هو القرض الأنسب لك، أي قروض كفالات. فلنستمع إلى عرض موجز عن ميزة هذه القروض البسيطة من المسؤولة عن هذا الملف في بيبلوس السيدة دولي حاتم. بونسوار واهلا وسهلا فيكم، بشرفنا حضوركم معنا اليوم. هلا حنحكي، ما حطول معكم الحديث لانه بعرف كلكم مستعجلين وضيق الوقت ما بيسمح لنا. حنحكي هلا عن قرض من سله قروض يلي بنك بيبلوس بيقدمها، يلي هو قرض كفالات. هذا القرض موجه لكل شخص حرفي، ونحن اليوم عم نركز على الحرفيين لانه بهمنا نشجع هالقطاعات. كل صناعي، كل زراعي، كل سياحي، كل تقنيات متخصصة قادر يستفيد من هالقرض. لحيت هلأ بنك بيبلوس من سنة 2000 بلشت بهالقروض، صرنا من حين حوالي 1450 قرض حصتنا بالسوق بقروض كفالات بتشكل 30%. هال 1450 مش هدول بس هدفنا، نحن بهنا نوصل لكل حرفي وكل صناعي إن كان صغير أو كبير، وكل سياحي، كل شخص عنده مشروع عنده حلم حابب يحققه. حناخد هلا تقريبا 15 دقيقة أقل شوي، وبعدين بخلي المجال لغيري. ميرسي. قبل ما أحكي عن هالقرض قبل ما بلش فيه، بحب أعرف لكم قصة حديث أجريناه مع شخص استفيد من قرض كفالات يلي هو أديب أيوب، يلي هو نجار وقدر يكبر شغله مع هالقرض. أنا زبون بنك بيبلوس ومن خلاله أخذت كفالات. مع كفالات قدر تكون موجود بالسوق لأنه عملت ستوك بقيمة 100,000 دولار زيادة ومكانات بقيمة 100,000 دولار تانية، وهالشي هيدا كبر لي شغلي وخلاني فوت على السوق العربي. الفايدة مع بنك بيبلوس هي 0% على كفالات، وبنصح اللي بده يكبر شغله يتعامل مع بنك بيبلوس لأنه المعاملة جيدة جدا وسريعة. بنصح الشباب اللبناني يكون عندهم ثقة ببلدهم وما يهاجروا ويستفيدوا من كفالات عن طريق بنك بيبلوس. الواحد يستفيد من هالقرض، شو المساعدات والضمانات المطلوبة،
وكيف الواحد بيقدر يحصل على هالقرض؟ أول شيء شو الشروط الأهلية؟ مين القطاعات فيها تستفيد من هالقرض؟ كيف الواحد بيقدر يحصل هالقرض؟ شو هو هالقرض؟ وشو بيميزه عن بقية القروض؟ وليه بانك بي بلس؟ القطاعات تستفيد من هالقرض هن مثل ما قلنا القطاع الصناعي، إن كان صناعات صغيرة أو صناعات ثقيلة، إن كان الست البيت اللي عم تعمل أكل فيها تستفيد. القطاع الزراعي والسياحي، زراعي على أنواعه، تربية مواشي، زراعة الأشجار المثمرة وغيرها. قطاع السياحي، المطاعم، الملاهي، المقاهي، السناك. والقطاع الحرفي، كمان الأشخاص اللي شايفينهم بالمعرض عم بيعملوا حلى أو عم بيعملوا حيلة شيء في إبداع وفي في شيء خلاق. لحيت هلأ نحن صرنا منحين حوالي 200 قرض حرفي للحرفيين بلبنان، بس بعدنا بعاد عن هدف بدنا اياه. بدنا نوصل اكثر، نعطي حرفيين اكثر، وما بدنا الاشخاص الموجوده هون تخاف بالتعامل مع المصارف والقطاع التكنولوجي على انواعه. وكمان بحب اقول انه القطاع المسرحي، الاشخاص يلي عندهم مسارح او تاليف الموسيقى، كمان نحن نقدر ندعمه ضمن هالقرض. شو الشروط تريد الواحد يحصل على قرض كفاله؟ بده يكون لبناني، بده يكون عنده خبرة مهنية على القليلة سنتين بهالمجال، بس في بلش شغل جديد مع قرض كفالات. نحن قبل 2000 ما كان صعب شخص بده عنده مشروع جديد بده يفتح مشروع جديد، كان صعب ليه يقدر ياخد قرض. بس بعد مع قروض كفالات بقى صار العملية كتير هينة، صار حيلا شخص عنده مشروع، عنده برنامج عمل، في يقدر ياخد قرض من بانك بي بلس وهو قرض كفالات. بده يكون معلوماته كعميل إيجابية، ما عنده شيكات مرتجعة أو دعاوي. بده يكون عنده أهم شيء برنامج عمل ودراسة جدول المشروع. نحن بنركز كتير على البرنامج كبرنامج، نشوف إذا البرنامج مربح، نحن مستعدين ندعم ونساعد هالشخص بكل معلومات نقدر نقدم له إياها. مين في يستفيد؟ حيلا شخص مشتري يكون مسجل بسجل تجاري، حيلا فرد، نحن قلنا الست اللي ببيتها عم تعمل حلو أو عم تعمل حلا فيها تستفيد. حالة مؤسسة أو شركة، شرط أنه ما يكون عنده عدد موظفين بفوق 40 موظف. كيف الواحد يستفيد من هالقرض كفالات؟ في بلش مشروع جديد مع هالقرض، فينا نزيد الطاقة الإنتاجية لمشروع قائم، نزيد الطاقة الإنتاجية يعني نشتري ستوك، نشتري مواد أولية، نعمل نجهز نشتري معدات جديدة، نعمل تحديث مكان العمل، نعمل ديكور ونعمل بناء كمان جديد. بس هالقرض لا يمنح لتسديد التزامات. شو هو هالبرنامج؟ شو هو هالقرض؟ هيدا هو قرض طويل الأجل بيمتد على فترة 7 سنوات، من ضمنها فترة سماح، بيسدد بموجب سندات شهرية متساوية القيمة. هالفترة السماح تتراوح بين 6 شهور و 12 شهر مشان تنقدر هالمشروع قدر قلع وقدر ينتج. القرض يمتد على 7 سنوات حسب الهدف، يعني إذا نحن عم نشتري مواد أولية فينا نروح فيه لحد أقصى 3 سنين أو 3 سنين ونص. إذا عم نعمل نجهز أو عم نعمر أو عم نعمل ديكور فينا نروح فيه ل7 سنوات. شو بتميز هالقرض عن بقية القروض؟ مثل ما قلنا نحن كفالات تدعم بتمول إطلاق عمل جديد، حيلا شخص في يستفيد. في عنا أهم شغلة إنه مستخدمين عم يدعم الفايدة لحدود 7 نقاط، عم بيصير في دعم على الفايدة، والفايدة والدعم عم حسب فصليا. بقى الفايدة بتصير بالليرة اللبناني 40% من مردود سنة الخزينة على السنة زائد 3 نقاط، بالدولار لايبر يعني لندن انتر بانك اوف ريت على السنة زائد 5.5 نقاط، والفايدة تحدد سنويا. أنا إذا بعمل حساب الفايدة على اللبناني وبشيل منها 7% بتصير الفايدة 0%. وأكيد في عنا كفالة شركة كفالات اللي هي بتكفل هالقروض. شو هن التسهيلات يلي معقولة كفالات أو بانك بي بلس يقدمها؟ في عنا 3 أنواع قروض: كفالات بيزك الأساسي اللي ماشيين فيه من سنة 2000، كفالات بلس، وكفالات إنوفاتيف. كفالات بيزك السقف، الحد الأقصى للسقف هو 300 مليون، يمنح لكل شخص مش مهم مسجل أو مش مسجل، شخص أو شخصين أو 3 شركات. وعندنا كفالة شركة كفالات اللي تكفل لغاية 75%. الشروط ما في شروط، فينا نمول 90% من قيمة المشروع ما في مشكلة.
كفالات بلس يلي هيدا نزل ب 2006 يمنح القرض للشركات بس، للشركات محدودة المسؤولية أو شركات مساهمة أو التعاونيات. الحد الأقصى هو 600 مليون، وفي عنا لازم المدينة يكون عنده مساهمة بهالقرض، ما حفظ بتفاصيلها هلا. كفالات إنوفاتيف هو للمشاريع الخلاقة والمبدعة، حالة شخص كان عنده مشروع خلاق أو مبدع، كفالات تكفله لغاية 90%، ولازم ونحن فينا وهو بيساهم بس ب 10% من كلفة هالقرض. هلا نحن نستعرض شخص اخذ عن عامل مشروع زهور، عامل مشروع وبلشه مع بنك بيبلوس. تعاملت مع بنك بيبلوس من كذا سنة، لقيت أزهر طريقة الواحد ينطلق بمشروع جديد بفايدة قليلة وبيقدر يكمل مشروعه ويروي يحقق حلمه، ما في كفالات، وخاصة إذا مع كفالات في شيء تاني اسمه بنك بيبلوس بعطول وقف حدك. يعني أنا خلال كل ما عملت عطول كل وقف حدي، وأهم شيء هو بكرة كفالات هي الفايدة 0% يعني بتخلي كل واحد يحقق حلمه بدون أي تعب تاني، يعني يتلحق القرض. وبلش بمشروعي اللي هو زراعي بقسم الأزهار، لكن عندي مشروع كتير صغير كبرته طورته وصرت هلا بنية يعني من المزارعين يعتبروا مهمين بلبنان، يعني بنوع معين عم بزرع الكريزانتيم وعندنا كذا انتي، بس انه طورت المشروع الكريزانتيم كتير منيح، صرت عم بعطي كل السوق المحلي في وين مكان بلبنان، والحمد لله بإنتاج كتير جيد وبظاهر الانتاج الاوروبي. الخبراء بيساعدوني باي معلومات طلبتها، كانوا واقفين حدي. فانا بنصح كل واحد قادر يكون عنده جدوى اقتصاديه كامله، مشروع متكامل ما يتاخر، وخاصه بمبلغ يعني بكل لبنان وين ما طلته بتلاقيه واقف حدك. ليه بنك بيبلوس؟ لانه بنك بيبلوس هو الوحيد عم يطبق فايده 0%، الوحيد عم يطبق فايده مدعومه مباشره يلي هي 0% مباشرة لزباين. وبيبلوس متواجد ب 73 فرع عنده بلبنان، وحصتنا بالسوق بقرض كفالات هي 30% تقريبا، اللي هي الحصة الأكبر بالسوق. وفي عنا أشخاص متساعدين تساعد كل شخص عنده برنامج وعنده مشروع حاب يحققه. شو المصاريف الإضافية؟ نحن قلنا فايدة 0%، في نحن عمولة سنوية تدفع لكفالات بتشكل 2.5% من القيمة المكفولة حسب القرض. وفي عنا مصاريف ملف تدفع لمرة واحدة لبنك بيبلوس 200 دولار، وفي عنا رسم ملف يدفع لمصرف لبنان اللي هو 100 ألف ليرة، والكفالة بتستحق بعد 3 سندات من التالي في حال ما صار في دفع. شو المساعدات المطلوبة؟ ما رح توقف عليها، في حالة شخص يروح على حالة فرع موجود أو يتصل بالسيد مروان بلعة، كمان صار عنده كل المعلومات. ضمانات حسب كل ملف، بس ضمانات منا كتير كبيرة ومنا فينا لحتى نعطي قروض كفالات بدون ما ناخد ضمانات إذا كان قروض صغيرة. حالة شخص في يزور حالة فرع قريب لبنك بيبلوس أو يتصل بإدارة العامة. شكراً.